ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ميار. النهارده الفيديو بيتكلم عن ازاي انا بتخلص من الحبوب بتاعت بشرتي وازاي بقشر بشرتي وبتخلص برضو من الحبوب اللي تحت الجلد وكده. كذا بنت دخلت سألتني انت بتقشري بشرتك ازاي، فانا قلت اعمل فيديو يكون الفايده تعم يعني كده. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسيش تعملي 3 حاجات: لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي علامه الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. يلا بينا نبدا الفيديو. حاجة هتعمليها، انت لازم تعرفي نوع بشرتك علشان تمشي على النظام ازاي. يعني تعرفي بشرتك جافة عادية دهنية، لازم تعرفيها. هتعرفيها ازاي؟ ان انت تغسلي بشرتك، تغسلي بالغسول او بالصابونة عادي، معلش دي حالة استثنائية في الاول كده، تغسلي بشرتك عادي. وبعد كده تقومي جايبة منديل، بعد مثلا 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة كده تقومي جايبة منديل وحطاه على بشرتك، تمام؟ بعد ما تشيلي المنديل هتشوفي بقى اذا كانت بشرتك جافة ولا دهنية ولا عادية ازاي. لو جافة مش هتلاقي في المنديل حاجة اللي هي الدهون، يعني مش هتلاقي فيه دهون ولا اي حاجة. لو بشرتك عادية او مختلطة هتلاقي مثلا انت عندك التي زون هنا، ده اللي بيدهن، والباقي ده عادي مفهوش اي حاجة. لو انتي بشرتك دهنية هتلاقي ان التي زون، الجبهة بالانف بالدقن بالخدود، عندك كل ده بدهن. الفيديو ده معلش انا هتكلم عن البشرة الدهنية دي اللي هي يعني بشرتي، فالبنات اللي بشرتهم جافة او عادية معلش انا معرفش البرودكت هما بيستخدموا ايه، فانا هتكلم عن اللي انا اعرفه، لان انا كمان اللي انا بستخدمه دوت ده الدكتور هو اللي قايل لي عليه، فانا مش هقدر افتي. يعني اول حاجه لازم تجيبي غسول مناسب لبشرتك. البشره الدهنيه اهم حاجه عشان ما تطلعش حبوب، لازم تغسل بشرتها 3 مرات في اليوم. طبعا اول ما تصحى، مره في نص اليوم، ومره قبل ما تنام، او ممكن مرتين يعني لو انت بشرتك حساسه قوي. بس كده كده احنا بنرطب بشرتنا فالبشره مش هتجف. ممكن لو في الشتاء مرتين، في الصيف 3 مرات، لان احنا في الصيف بتبقى البشره بنطلع مش دهون، بنطلع سمنه. بس خلاص انت الغسول بتاعك، الغسول بقى المناسب لبشرتك البشره الدهنيه، عندك لاروش بوزي، عندك بايوديرما اللي هو الاخضر، وفي صابون كتير بقى، بس الصابونه اللي انا بستخدمها مريحاني جدا جدا جدا. في صابونه اسمها ترايتكت اللي هي في التواليت دلوقتي فمش عارفه اجيبها، دي مريحاني جدا. وكمان هي والغسول اللاروش بوزي اللي هو مجموعه ايفاكلار، دول حلوين جدا ريحوني. بايوديرما الصراحه ما استخدمتوش، بس ده للبشره الدهنيه، فاللي استخدمه مناسب معاه وحلو للبشره الدهنيه يكتب في الكومنتس تحت. بس خلاص احنا رطبنا سوري غسلنا بشرتنا لو ما فيهاش حبوب هنرطب البشره عادي جدا وخلاص. لازم بعد سواء بشرتك جافه او دهنيه او عاديه لازم الترطيب ده حاجه اساسيه، لازم بترطبي بشرتك، تمام؟ بعد ما بترطبي بشرتك خلاص هتقعدي شويه كده وقضيتي يومك. عندك حبوب هتحطي كريم المرطب، بس طبعا هتبعدي الكريم المرطب عن المكان الحبايه. يعني مثلا انت عندك حبايه هنا هتحطي كريم المرطب هنا وهتبعدي عن مكان الحبايه. بس هتعالجي الحبايه ازاي؟ الكريم ده ساحر، اقسم بالله ساحر ساحر ساحر. انا جبته من على النت، مع يعني ما كنتش اعرفه، لقيت بنات كتير بتشكر فيه. فلما رحت للدكتور، الدكتور قلت له انا بستخدم كريم اكني فري وكده، قال لي حلو بس عايز حد بيعرف يستخدمه ازاي. يعني ايه حد بيعرف يستخدمه ازاي؟ يعني كريم اكني فري ده انا اول ما جبته انا فردته على وشي كله، والله العظيم وشي كله اتسلخ بمعنى كلمه اتسلخ، يعني اقوى من اقوى كريم تقشير، لان ده في نسبه تقشير علشان مش بيسيب اثر للحبايه. فانت لو هتستخدمي اكني فري انت هتنقطي على الحبوب وتبقي ماشيه شبه سانتا كلوز كده، حتى نقط كده على الحبوب بس، مش هنفرد بقى زي الكريمات ولا لا، بتنقطي كده وهو بينشف، يعني مش بيبقى بيرز، لا هو بينشف بعد مده. خلاص احنا اتخلصنا من الحبوب وخلاص وشنا الحمد لله ما فيهوش حبوب حمراء. طب انا عايزه اقشر بشرتي عشان انا فيا حبوب مثلا او رؤوس سودا هنا، او الحبوب اللي هي بتبقى هنا دي اللي تحت الجلد عايزه اتخلص منها، اعمل ايه؟ انا الصراحه استخدمت كريمات تقشير كتير جدا جدا جدا، وفي اللي صلخ بشرتي، بس انا الحمد لله بعرف ازاي اتعامل مع مشكله الصلخه او الحروق دي. اول كريم استخدمته خالص 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 هو كان تريت سبوت. بصوا انا جايبه منه 2، يعني استخدمته كتير. لا في علبة تانية جوه، استخدمته كتير جدا 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 بصراحة. كريم تريتوس بوت حلو جدا،
وفعال يعني، بيقشر بطريقه حلوه. بس انا هقول لكم بقى طريقه التقشير ازاي علشان ما تقعوش في المشكله اللي انا وقعت فيها. البنت اللي اول مره تقشر او اللي بشرتها حساسه هتعمل ايه؟ اول حاجه انت هتختبري بشرتك، هتختبري بشرتك يعني اختبر بشرتي يعني اشوف انا عندي حساسيه من الماده الفعاله اللي في الكريم ده ولا لا. هختبرها ازاي؟ طيب هاخد حته صغيره هحطها هنا لمده نص ساعه، او الحته ورا ودني هنا، تمام، اشوف انا عندي حساسيه ولا لا. لقيت الحته دي احمرت يبقى انا مش هحط الكريم ده خالص، لان طبيعي احمر الحته دي يبقى وشي هيعمل في ايه؟ في وشي، مش هحط فيها خالص. لقيت برضو ان هو تمام وما عملش اي مشاكل ولا احمرار ولا اي حاجه، يبقى خلاص هكمل. هكمل ازاي بقى؟ اول اسبوع هحط نص ساعه وهشطفه، تمام، اول اسبوع هحط نص ساعه وهشطفه، الاسبوع كل يوم يعني، اول اسبوع كل يوم كل يوم كل يوم نص ساعه واشطف، نص ساعه واشطف، نص ساعه واشطف. وبعد ما اشطف بسرعه استخدم، بصوا انا مستخدمه كام كريم مرطب، كل دول ما بستخدمش بقى الكريمات المرطبه اللي هي التجميليه زي جونسون ونيفيا والحاجات دي، انا بستخدم كريمات، كريمات اللي هي الميديكال. بستخدم ايه؟ بستخدم كارباميت، ده كريم مرطب قوي جدا، ده في حاله التسلخات زي ما بيقولوا يعني. وفي هنا جراميسين حلو جدا، وفي بانسينول حلو جدا، وفي بيبانسين حلو جدا، وفي ايه يا ربي هكتب لكم في الكومنتس الباقي، سوري في الديسكريبشن بوكس الباقي الكريمات اللي انا بستخدمها. بس انا قصدي يعني بستخدم كريمات طبيه، بعد ما اغسل وشي نص ساعه واغسل وشي على طول اجري احط كريم مرطب اللي هو ده. وقت التقشير بنستخدم حاجات طبيه مش بنستخدم الكريمات، يعني انت في روتينك العادي ممكن تستخدمي اي كريم مرطب، نيفيا، جونسون، اي حاجه، لكن وقت التقشير لازم تستخدمي حاجه تكون طبيه واثقه منها، مش لان انت مسامك بتتفتح فما ينفعش نحط ندخل اي حاجه. فانت هتستخدمي حاجات انت موثوقه منها. بصوا انا مخلصاها ازاي بجد. المهم ايه بجد، المهم خلاص اول اسبوع بتحطي نص ساعه وتشطفي وكريم مرطب نص ساعه وتشطفي لمده ايه اسبوع. تاني اسبوع بتزودي بقى المده، بدل نص ساعه بتخليها ساعه. بعد كده برضو تغسلي وتشطفي، تغسلي وتشطفي. لو لسه وشك في يعني انت في خلال اصلا اول اسبوع وشك هيقشر، بس انت هتفضلي مستمره في التقشير، ما تقوليش لا انا خلاص وشي قشر انا خلاص هوقف على كده، لا تفضلي تقشري لحد ما وشك كله يقشر، تمام. بعد كده تاني اسبوع برضو هتحطي تحطي ساعه وترطبي. لو انت تاني اسبوع لقيتي وشك خلاص كله قشر وبشرتك تمام مفيش اي حاجه وكل البذور البيضه اللي هي هنا طلعت ومفيش اثر حبوب ولا في اي حاجه وبشرتك تمام التمام، هتوقفي التقشير. بشرتك لسه فيها مشاكل ولسه فيها مثلا اثر حبوب او فيها بذور سودا او لسه فيها حبوب تحت الجلد او كده، يبقى هتستمري على التقشير. عشان في بنات بتدخل تسالني طب انا استخدمه لمده قد ايه؟ الحقيقه ان ده انا سؤال ما بقدرش اجاوب عليه، لان كل بشره بتختلف عن البشره التانيه، يعني انا ممكن بشرتي تقشر في 3 ايام، ممكن يعني انا اختي انا بفضل مثلا احط في كريمات وبشرتي تقشر هي بشرتها ما بتقشرش عشان بشرتها جافه. فانا مش عارفه يعني انت اللي هيدخل يسالني استخدمه لمده قد ايه؟ ده حسب كل بشره وحسب كل بشره واستجابتها للكريم، تمام؟ المهم فانت بتوقفي لما تلاقي ان بشرتك خلاص ما فيهاش اي مشاكل، خلاص انا كده وقفت الكريم التقشير. وبفضل بقى ارطب، اغسل وارطب، ارطب وشي، ارطب وشي. الترطيب ده اهم فقره في مرحله التقشير كله، تمام. انا بستخدم تريت سبوت، كنت بستخدم تريت سبوت بس في ناس حذرتني منه. الطريقه دي يعني الطريقه اللي انا بتكلم عليها دي هتستخدميها مع كل الكريمات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، يعني مش كل كريم ليه طريقه معينه، بس انا بقول لك اللي انا بدات بيه يعني كان تريت سبوت، تمام. انا بدات بالتريت سبوت بس في ناس قعدوا يقولوا لي في كورتيزون ومش في كورتيزون، بس بغيب بغيب وارجع له برضه، المهم لان انا ما اقدرش استغنى عنه الصراحه. المهم جبت كريم تاني اسمه ماربلين، بس ماربلين خفيف جدا وبطيء جدا وما بيعملش اي بيعمل بيقشر بس مش التقشير اللي هو الفظيع اللي هو تعملي كده تلاقي مثلا حاجات بسيطه. لكن تريت سبوت والكريم التاني اللي هقول لكم عليه ده بيخلي بشرتك بتطلع ورق كده، انت بتقشري وشك طبعا ما تقشروش وشكم بايديكم، ده تخلف انا كنت بعمله. سيبوا بشرتكم تقشر لوحدها يعني القشر يتشال لوحده، لكن انا بقول لكم ان انا بحب الكريمات اللي تبقى نتيجتها قويه، تمام. لقيت بقى كريم تاني بس ده كان اجتهاد شخصي مني، ما سالتش الدكتور عليه ولا اي حاجه. بس حقيقه شفته على النت، كان في دكتور كده اسمه ايه يا ربي،
اللي هو بيعمل برنامج الأجزخانجي تقريبا على اليوتيوب، شفته كان بيشكر فيه جدا وبيقول ان هو كويس، بس الحقيقة ان الناس قال يعني ان الناس اللي بتتحسس او بيجي لها حساسية من تريت سبوت ما ينفعش تستخدمه، لان هو فيه المادة الفعالة اللي في تريت سبوت بس الضعف، يعني الضعف الهيدروكينون تقريبا في التريت سبوت 2، هو في ميلانو فري 4. فانا بعد كده لما حسيت ان لما الناس قالوا لي لا بلاش تريت سبوت بلاش تريت سبوت، فانا قلت خلاص هجيب ميلانو فري. انا مخلصه علبه، يعني دي العلبه الثانيه، يعني دي العلبه الاولى ودي العلبه الثانيه، فقلت خلاص هجيب ميلانو فري. بس ميلانو فري ما بيهزرش، يعني انت لو بشرتك حساسه هتتسلخي، لا ليترلي هتتسلخي. ميلانو فري اصلا ده مقشر للجسم، يعني للاكواع للركب للجسم كده، لكن للوش ده كان مجازفة مني انا. فانت بشرتك، انا بشرتي حساسة بس انا عارفة ازاي بتعامل مع وشي، ولما وشي بيلتهب قوي بريح يومين وبعد كده برجع تاني. ففي بنات اول ما وشها يحمر ويبتدي يحرقها تقول لا ده انا بشرتي اتسلخت ومش اتسلخت. لا هو ده طبيعي ان وشك يحمر، طبيعي ان تحسي ان انت تحسي بشكشكه، كل ده طبيعي. انت لو رحتي قشرتي في عياده تجميل او عند دكتور او وات ايفر عادي وشك هيسمر وهيبتدي يقشر ويبتدي، فكل ده طبيعي. اهم حاجه ما يبقاش الحمار اللي هو الحمار الاوفر، وما يبقاش الحرقان الحرقان الاوفر، ده اهم حاجه، لان كده انت بشرتك مثلا خلاص انت كده جبتي اخرها، انت كده بتسلخي الجلد الحي، فهو عشان كده بي بي بيحرقك بس. فانا استخدمت ميلانو فري والحقيقه كان حلو جدا على بشرتي، بس انا برضو بستخدمه بحذر جدا، يعني بستخدمه مثلا يومين ورا بعض برضو نص ساعه اول اسبوع، بس بعد كده بقى عشان انا بقالي مده طويله يعني بستخدمه دلوقتي بقيت بنام بيه لحد تاني يوم عادي، خلاص بشرتي اخدت وبقيت تمام جدا. بستخدمه بحذر، يعني لو لقيت مثلا ان انا بشرتي انا عندي الحته دي اكتر حته بتحمر، مناخيري من هنا وخدودي من هنا دي اكتر حته بتحمر جامد، لما بلاقيها ان هي خلاص احمرت اوفر 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 بقوم عامله ستوب يومين مثلا او 3 ايام، وافضل احط بقى في كريمات مثلا كريمات التهابات ومش عارفه ايه. الكريم التاني اللي انا كنت هكتبه لك في الديسكريبشن بوكس اسمه فيوسيدين، اللي هو مضاد للالتهاب اللي ما فيهوش كورتيزون. بحط فيوسيدين مضاد للالتهاب وبيبقى تمام جدا، وبشرتي بتبقى بتهدى كده وتبقى عادي بشرتي طبيعيه. في مشاكل في بشرتي مثلا في الحبوب او اي حاجه، او في حاجه مثلا لسه ما راحتش، برجع مثلا اقشر يوم او اتنين وبعد كده بلاقي المشكله خلاص اختفت. ما ينفعش بس ان انا اقشر حته، يعني مثلا اقول مثلا ايه انا عندي حبايه هنا فاقشر الحته دي، لا ما ينفعش، هتلاقي الحته دي عندك افتحت وباقي وشك غامق. فاللي هتاخد خطوه التقشير يا تقشر وشها كله يا ما تقشرش. تمام، دي كده الكريمات اللي انا بستخدمها لتقشير وشي. ايه تاني يا ربي، معلومه نسيت اقولها لكم، ان انا ما ينفعش ابدا في تقشير وشي وانا وشي فيه حبوب، حبوب حمراء دبانه. بس ما ينفعش ابدا في تقشير وشي وانا وشي فيه حبوب حمراء، لازم اتخلص من الحبوب الحمراء الاول بعد كده ابدا في تقشير وشي عشان الحبوب ما تلتهبش. وقلنا بنعالج الحبوب الحمراء بايه؟ باللي هو كريم اكني فري. على فكره الكريمات دي ما فيش كريم فيه غالي، يعني كريم اكني فري العلبه بتاعته اهي لسه جايباه من يومين ب7 جنيه، الكريم ب7 جنيه، مش عارفه باين ولا لا، المهم يعني. وكريم ميلانو فري ده اغلى واحد فيهم عامل 35 جنيه بس، لكن ما فيش اي حاجه بتتعدى المبالغ المهوله يعني. كريم كربميد برضو الدكتور اللي انا بقول لكم عليه دوت اللي على اليوتيوب مش فاكره اسمه، اسمه كربميد، ده ب9 جنيه بس، دول اللي فاكره اسعارهم تقريبا. تريت سبوت ب13، ما اعرفش سعره دلوقتي عامل كام، بس دي الكلمات اللي انا بستخدمتها. وفي بقى الكريم ده اللي هو اسمه بايوديرما بور فاينر، الكريم ده حلو جدا 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 جدا. حلو في ايه؟ اني انا لما باجي مثلا عندي مسام واسعه هنا، البشره الدهنيه معروفه ان هي مسامها مفتوحه، فانا عندي مسام واسعه في الحتتين دول، فبحط الكريم ده عليهم مثلا كذا يوم ورا بعض خلاص المسام اختفت. بس الكريم ده عيبه حاجه واحده،
عيبه اني انا بطلته خلاص المسام هترجع تاني، لكن طول ما انا مستخدماه وطول ما انا ماشي عليه المسام بتاعته شغالة جدا، المسام بتاعتي مقفولة ومفيش مسام واسعة وكل حاجة. سعره كان، انا كنت جايباه ب 256، معرفش دلوقتي عامل كام الحقيقة. وكمان ينفع يستخدم از برايمر تحت الميك اب، حلو جدا. انا جربته اصلا، انا اللي خلاني اتعرف عليه ايه الكريم ده، انا كنت رايحة على اساس ان انا اشتري برايمر معين، تمام، ما لقيتش البرايمر ده، فرحت دخلت الصيدلية قلت عشان هو البرايمر دراج ستور، فقلت يمكن الاقيه في الصيدلية ولا حاجة. سألت عليه فلقيت البنت واقفة وبتقول لي لا هو فيه مش موجود، بس فيه بايوديرما كويس جدا وبيستخدم از برايمر وحلو جدا، وفي نفس الوقت حاجه علاجيه مش هتضر بشرتك. قلت لها طيب ماشي اجربه، مش عارفه ايه، كان عندي الحقيقه مناسبه، رحت المناسبه ورقصت واتنططت ولعبت وعيت جدا، وروحت البيت ببص في الاسانسير اذبهلت ان الميك اب سيب ازاي ما هو مش بيتحرك. طبعا صحاب البشره الدهنيه عارفين يعني ايه ميك اب يسيح، عارفين يعني ايه لما انا اتحرك كتير الفاونديشن يسيح ويتشال، يعني مأساة. فالحقيقة الميك اب متحركش وفضل ثابت مكانه وكل حاجة، وفي نفس الوقت دارالي المسامات. هو ما منعش ان انا بشرتي تلمع تحت الفاونديشن، في دبانة، ما منعش ان بشرتي تلمع تحت الفاونديشن، بس خلاها تلمع لمعان شكله حلو، مش ملعين، مش اللمعان اللي هو الاوفر اللي هو اكني وشي عرقان، لا مش اللمعان الوحش، لا بالعكس كان لمعان حلو، لمعان صحي. وتحكم في افراز الدهون شويه، بس هو ده اللي عمله وثبت لي الميك اب. لكن انت لو مش هتستخدميه زي البرايمر وهتستخدميه زي علاج، لازم تستخدميه طول عمرك، لان انت اول ما هتوقفيه فهو خلاص كده المسام هترجع تاني. بس دي كده كل تجربتي مع الكريمات التقشير. وفي بوست تاني كنت بقى متكلمه فيه باستفاضه اكتر على البيج بتاعت الفيسبوك، ادخلوا شوفوها، هسيب لكم البوست في الديسكريبشن بوكس، روحوا شوفوه هتلاقوا بقى كل حاجه بالتفصيل وكده. وبس، ودي كانت حلقه النهارده، ويا رب تكون عجبتكم، يا رب اكون افدتكم. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتعملوا لي فولو على انستجرام، وتعملوا لايك لصفحه الفيسبوك. وبس، بحبكم، باي باي.